وَيَشَدُّ فَتْحُ الزَّحْدِ نَبِّنَا كَبُلُكْ مَلِكْ هَبِرْ وَنْقُلِكَ قَفَتْكِنْ بِيلَ بِنِينْ بِكَرْبِشْ مَرْبِشَ وَطِّينِينْ كَذْرَ اَغَلْ چَمُرِ حَتَّى لَا يَدْخُلَهُ اُتْرَابٍ خَلِينَ شَسَرْ كَفَنِ مَيِّتْ وَيَحْسُنُ مَنْ دَنَا اَيْزِكِ قَبْرِ بَا سَلَاتَ حَسَيَاتٍ سَيْ چَنْغَا سَيْ بَيْرَا بِيَدَيْهِ بَدُ دَسْتِقُ جَمِيعًا بَهَرَ بَوِسَنْ مَزَلْ روى ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم حثى من قتل راس الميت ثلاثا قال البيهقي اسناده جيد ويستحب سنته ان يقول مع الاولى وقت شنقا في اول ابي السر ميت بمينا خلقناكم يا ربي ما بشت خليه الشكريه وما الثانيه وفيها دخليدا نعيدك مهتكنا خلي وما الثالثه اسيا وشنغاسيا كوافيتي ومنا نخرجكم طاره اخرى جار نكام وش خلي درخن شما تبي ما وي غير يرى بيلك بهيم المصابكه كيجا يعني قيمير بنامه هذا ضمير عجيب على الارض ها؟ ها؟ ضمير عجيب على الارض يا وفيها الأرض منها الأرض خلقناكم الأرض شنو بنا وفيها الأرض لا نعيدكم وأخذ المكرف اللي بنا بكتب بنا خبري ومنها خبري نخرجكم طارة نخرج تعرفنا وأخذ المكرف تمام قول أنا أنا كلامك قول سياتين يحسي لغة من لغة في يحسو يحسى يحسو يا حسى يحسي لغة كثير ثم يهال يردم التراب بالمساحي اي ذره ممكن قبل ايراء اسراعا عجلا بتكميل الدفن بالدفن تمام ويقطع القبر شبرا فقط قام بكجعر ديب لينكن ليعرف جبوك الجنازيه من نزل بين اسكرني فيدار بزياره كرني كرمان بفتح عفوا ويحترم ديار بيتاين روى ابن حبان عن جابر ان قبره صلى الله عليه وسلم اي كرمانش تاني كرمانش تاني قبره اخرى الفاتحه تخوين ان كان اخوين شو انا اخوين رفع نحفا من شبرين بقاندي بشتكيش عرضي بلندا قبره بيغمبه ولو مات مسلم في بلاد الكفار بلاد كافر هذا بمره فلا يرفع قبره قبره نايبش بلنكرني فكي ابو كجا ابي اسطنبول صحابي ابو ايوب انصاري او كاسفا او كم ابو ايوب انصاري بل يخفى قبر البيت ابو ايوب الانصاري بل يخفى قبر البيت لكني لئلا يتعرضوا له جبوك قبروي مزالي فنكن درنخن اذا رجع المسلمون وقتكم مسلمان ذكرن demek ilk viya vay dikin vazifa kafir atkın zariye efendiye. Vassahi enne tasdihahu evla min teslimihi. Tih satih. Divar gibi ıhtakul. Her tarafı bir kan değil. Hüsteki bilin. Çetin eci balık sertiye. Teslim balık sertiye. Tasdih ise ve kad divar gibi cehalde bir hüsteki bilin. Oldu ya bu. Evet. İyice. Tasdih ters. Evci. أن تصليحه أولى من تصليحه كما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه بقبر رسول أكرم أو حدث أبو بكر الصديق وحدث عمر أو جي أهد يجي تصليحه تمام عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أنه قاسم كره محمد كره أبو بكر الصديق رأى كذلك بهويديه والثاني قول الدياء تسليمه أولى متبالغ سفي داباش كما لأن التصليح صار شعارا للروافض التصليح يعني كوك الديوار راكرا علامة إشي أوكية إشي شيعية فيتركوا مخالفة لهم وصيانة الميت وآله يعني جبونا مخالفة وخبابي يعني مقول جبونا مخالفة وخبابي جعان ميت والله كشكي ديا من نادي ديالن شكريا يا كسناك ايما توا ديار بكر بس اوكي تسليمين التصليح مالي كلام ودفع بان السنه لا
muvafakati ehli bidai fiha. Bak önce mak çıkar şimdi bu. Sünnet çıbe emi tabi sünnet tabi peygamberi kabul. Bu muvafakata kese ki em terka sünnet ya peygamberi kabul. Vela yutfenu isnani fi kabrin dümmel fi kabri kilana yedde fikrini. Kala fi şerhil muhazzeb. Hiye ibaratul ekserine, ibareti pırra eve. Yani vela yutfenu isnani fi kabrin. وصرح السرخسي بأنه لا يجوز نقوتنا يدفن قوتي لا يجوز ندرس دفن وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن إسنان خيقا يقول سنتك مرد ديات قبل كتانك وهذا يصدق بقولي في الروضة كأصلي يستحب في حال الاختيار حالكم مثلا حتيدا نخشينو أو الشواشدا أن يدفن كل ميت في قبري هر ميت كيل قبل da bir defin kirmek. Anal İstanbul'u kabir dikkatin. Yek dikinci oraya yek dikinci yeri. Ey fe yekunu defnu isneydi fihi de kabre kida mekruhen illa li daruratin. Darurat şeyken kefrel mevta li vebain. Bu mesela ilo korono vidus yereye ev heydihi ve atule ifradu kulli vahedin kabrin kazaene savaşene ava. Ve yukaddemu fi defni isneyni eğer dün mervatteyken kabir ki afdaluhuma en başı olan kicabe ila cidari lehdi bedin peşi ali aligori. Rava Abu el-Bukhari an Cabirin ennehu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberime salatu selamu ve sellibi kane yecma'u beyna eyni na beyna düzlami min katla uhud şehidi uhud isev bin vahedin dikire cideki thumme yakullu eyyum ekseru akhzanil Kur'ani kicun fil Kur'ani zane pır değer, eğer pır çıkayım mıyım ha? Demek ki ilk Kur'an'ı pır zambe uzgidine kadar başka dereceğim kadı ilk Kur'an'ı zambe ey birine peşi yakadırı ayrı ki bile maşallah. İçki pır hayır ekim azı ne demiyor ki Sime yakulu eyyü mekteri Kur'an'ı feyda üşire ahad ima kaddemehu fille haddi avul fikre peşi ve yukaddem el ebu alel ibni kâb peşeyle ve ikhanet azdal el bidur el hürmetilli kuvvet bu babu kurbe mi babi teki peşi ve el babi filla uç babi şeytir ve el tepki kurt babi bilindirdi be ya ve kera tukaddem el ümmü alel binti de uqiz min emin de bidne peşi akidi kaddem el racülü ala sabiyyi zilamu fiyek ve mi zilam bidne peşi asabiyyi ve la yücma'u beyna racülü el merat fiyek ve zilam illa inde teekkül darurati kupur mecburiyet mi be valla bu el İstanbul'un meyriki üzerini kekirmez serdir ya Allah'a ta'ala ve ic'alu beyna ma hacizun minet turabi ferdeki işbaliyet tekne avlan ve kada beyna raculeyni vel marateyni ala sahi gene engel tek nevan ferralde ve fi kelami ab ve rafi işaretun ileyhi işaret ta bu bal engel ki cani avan ne giyer, beden avan ne giyer du, tabi ki. Kala sallallahu aleyhi ve sellem, Resulü Fada salatu selamu kadir-i serifin La teclisu alel kuburi, mütelsel kadar-u nene ve la tusallu ileyya belehu neden kadar-u mütken ve vahu abu et-mizi demek ki her bir Müslümana merdin yakul yakut piyakul ve yakut da Rüştan'da serimedin. عن جابر انها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوضع القبر قبر بيت الكرني وقال حسن صحيح شمكي كما بيشي منا مزني منا اباي منا براي منا ان حرمت النوان دير النوان جبوك ما شوي دير وسياتي بقول تجسيسي تحت قبر كرسكري دائما ويقرب زائره زائر ميت من وجه ميت كقربه منه في بيارته حيان çok sakitli dizi yusa dizi ki kabrette ayet en sayıdan rahmetiyesine marayasan dugu keram beri sen mesela nedin lao dugu kerde çim beseri vi bave ku nizam je evke vine dugu peyda miz deken lao un ay lao seyeti ey vere muharra zeyn deken ve seyeti ey vere ziyaretu kuburi li ricali ziyaret kabra zilam ara sünnete bir garajı peyda. Ve ta'ziyetu sünnetun kabla defnihi ve ba'dahu. Pişti defni beri defni da ta'zikirin sünneti. Eyhuma beri defni pişti defni sevan fi asli sünniyeti de asli sünnetiye de. Ve te'khiruha pişti defni te'khira ta'ziye pişti defni ahsen. Çıma iştigali ehl-meyti bi tecizihi, bi tecizavi, bi kefenkirnavi ve biyavi.
قال في الروضة إلى أن يرى من أهل الموت جذعا شديدا فلسري أوي دانا الشيني دانا فيختار تي اختار كني تقديم وتقديم تعزية ليصبرهم جبوك صبر كي بينوا تعزية جي ثلاثة أيام سيروجا تقريبا يخلصك فلا تعزية بعدها تعزية سيروجاتنا إلى أن يكون المعدي أو المعزى وفي شرح المهذب قال أصحابنا وقت التعزية من حين الموت إلى الدفن جمرني حتى دفنكني وبعد الدفن جي بثلاث أيام سيروجا وتكره بعد الثلاثة سيروجا مكروية كما لتجديد الحسن بها بتعزية حسن جديد بل المصابي بعد سكون قلبي بالسلاسة غالبا سير وجاء قلبي باريك التسليبية إيا جانبي أعظم الله أجركما ووأبك في بيسا أو كذبين أو دليل شهود قنية ومعنى أمر بالصبر معنى تعزي أمر كني بالصبري والحمل عليه حمل كنا الصبري بوعد الأجل خذي مكافطة مرفضة والتحذير من الوذر بالجذع كمر قيرقير بك مرقنا كاردبا والدعاء للميت دعاء جمري ري بالمغفرة يا ربي في عفوك قبيتك جنات وللمصاب وإكو مرذيبية جي ربي بجب المصيبة جي تعزية تباشو قنجو خشبك دلالك صبرك دا قلبك هو الشيخان مسلم بخاري عن إسامة بن زيدين قال إسامة قلت أرسل إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم يشكي لفهمات صمت تدعوه قالي بيعمر فكر وتفكر وش بيعمر تقول أن إيد الله في ملك ولا لو كيف تفرح مري جا مري نبي خو بدنا باني تلفون دانو دقي تلف نايا بني باني ما تمام كشكي بيعمر وسام يقول زين قلت إيش عندي باب بيعمر تحب باب بدري ده يا رسول الله قالي بيعمر دكير بقول كي سبيه مت بيعمر نداي بيعمر صلى الله عليه وسلم جي شيء وهذا شو أبي كاتو بابا بيعمر كش قيداوي خبر عنيبو ويرجع إليها هذا بار قيدام بابا فخبر جنا قيدام ربي جاء أن لله تعالى ما أخذ ما شيء خذي بابا ماليوية كذا قال داخل داخل فيه وله ما أعطى شيء بدأ أبجئية وكل شيء عنده بأجل المسمى هات الجام خذي بأجلك بلية من زمان كبلية فما نعيد أشياء كي مرجع بأمر قيدام بكيف فالتصبير والتحتسب إذا من صبر بك ومكافة تقول لجام خدا حسابك ويعزى بالمسلمي مسلمان بمسلمان تي تعزية كني أي يقال في تعزية مسلمان بي مسلمان إذا تي قلتن أعظم دنجي تتي بريني هز غلام تلفوني وغفر الميت قدت على ميت تجب غفرنا قنايوي والمسلم بالكافر يكي مسلمان مربكي كافر مربا مربك عظم الله أجرك خدي خيرات تمزينك دلي تشويتي وصبرك صبري بدتك مكاري بيجي خدي يعفوك شمي كافر وفي الروضة كأصلها وأخلف عليك قدت على دوشاوي تزاك اشترى والكافر بالمسلمي تعزية كافر بتعزية كافر بكيكم في مسلمان مرفتي بيجي غفر الله لميتك ولميت تعفو وأحسن عداك عزية ويجوز للمسلمي أن يعذي زمية بقريب زميك خريستيان مرفتي خريستيان فلية عزية بكتبه فيقول بيجي أخلف الله عليك فتعالى ديوي تجكة ولا نقص عددك نقص عددك عدد تكيمك وهذا الثاني الذي أخلف الله عليك ولا نقص عددك لتكسر الجزية للمسلمين انت بيبرا كافر فربن تصدع عادك نا يعني معنى كافر فربن يعني ذيركي فربن المسلمان في قوتي بمن قال في شيء المادة ومشكل ثم لأنه دعاء من بقاء الكافري دعاء بمعين الكافري والدوام الكفري فالمختار تركه من الذي أخلف الله عليك تمام
بكاء عليه قريب سن ميته بقري قبل الموت وبعده وتشتي مرني بري مرني دا وقبل أولا بري مرني دا كثرة قبل شهر المعذب وبعده خلاف الدولة تشتي مرني دا جنباش وقيل مكروه أنس دخلنا على رسول الله وإبراهيم وولده يجود من أسلي عليه الصلاة والسلام نجي إبراهيم نجي تقوش نايا فجعلت عينه هذا الشعر في غنبر ما عليه الصلاة والسلام تزرفان أن يسيل دمهما سرج تحكين وروى البخاري عن أنس قال شهدنا دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد دفن وقيدك في غنبر بهم فرأيت عينيه تدمعاني شعر في غنبر ستير أثير وهو جالس على القبر يشتر قبر نشتبه وروى مسلم عن ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم زار قبر امه فبكى رسول الله عليه الصلاه والسلام زيارة قبر ابي امينه كبيره كبيره ومن حوله اطول اخوه بهي كبيره وروى مالك الموطئ والشافعي واحمد في مسنده وابو داود والنسائي وغيرهم باسانيد صحيحه كما قالوا في شهر المهذب حديث او فإذا وجبت فلا تبكين باكيا فيغمر صلى الله عليه وسلم قلت وقت وجبت يعني وقتك واجب يعني كو روح دا فلا تبكين باكيا برب لك نقرين قال وما الوجوب يا رسول الله قلت إذا وجبت شيء واجب دبا قال الموت فلن واجب حق أمر خدا واجب لمقرين أرتق أبي هربني قبرين بندواب حتى تكون بجنكي استدل به من قال بالكراتي كنت قرينا في شتين برين مكروه فقال الجمهور المراد بأن الأولى تركه ذلك قرينا ذكره في شرح المهذب شرح مهذب إلى ذكره ويحرم حراما أن ندعو بتعديل الشمال وعلى سبيه نجف الزيز نعم الفهم لسيد أبراب قرينا وكفنا وكفاو كهفاو شكفتا خلقيب خلفي دستري واجب له وشوي مبو واحتياجي متى من ذكر نفشتا مبكي جياكي بو او وانشتا حرام ونفشي رفع الصوت سدقي خبلنك ندي بقريني وشمالي وزاليكي بيجه والجزء في خير بك بضارب صدري سنجا خخة ونحوه وكيش سيق بوري خوشكن الولان شعر بو الزياب بجن إجاك تعزي عربا سيد مجانا نتشو قاضي مدكير مدشوان شوشتن أمين من إجاك لمك يوطاك مي بمرا فيك يولا يطوب دويل آلي سن ميت يطوب دول أفوار خوشكن يعني هل ميت يوان حقا كيلو كي بيديك أسر دي بيه أوي 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 شينا بان تشتنا وكرمان جدا تنان ماني تغبر ما عليه الصلاة والسلام دي كتية ليس منا من ضرب الخدود يكل شلات خخة وشق الجيور جلي خب قليشة ودعوة بدعوة الجالية وابرأي من مير بو وظلام بو وشف الدريج بو نعم الفهم بو وهو الشيخان وفي الرواية لمسلم في كتاب الجهاد بلفظه ياخد أو بدل الواوي أو بدل الواوي شمنا وويدا او رواتك من ضرب الخدود او شق الجيوب او سي رواتك فقال صلى الله عليه وسلم رسول خدا صلاة والسلام خدا لابن ان نائحته اذا لم تتب قبل موتها ان نائحها وفسد جنازات قريب بل بدنا خد توبنك قبل موتها تقام يوم القيامة مش قبل مراد رجع قيامتنا وعليه سربال سيد كراس لي من قطران شكران ودرع وزرق جلي من جربين جابك جان مرضي وسربال القميص او جكتستان كالدرعي وكتاح شوافستان كيلنا الخطكر والقطران بكسر الطائق قطران وسكونيا قطران دون الشجر يا داركيا يطلب فيه ابن الجرور دبي كوري
كاين سواخرني ويسجد بي وبي زينكرني وابلغ في اشتعال النار في نايحتي يعني كوبي بابا دها عقل لي فشتر دغا اشتعال قلت هذه مثائل منصورة أبانك مسألة دقشيك دقشيك هلكي على قدر يبجيكي وانا متعلقة بالباب وباب جنازة وخدقرة أمي بيش يبادر بقضاء دين الميت بعد ركنه بدين دين مريه وتنفيذ وصيته وشتى أمي بجيبين كما ذكره الرافعي في الشرحي تعجيلا للخير يجبكو لكن خيري وشتى بجيبين يجبكو لخيري فوات النجي وغير وحسن وحديث حديث أوى نفس المؤمن معلقة بدين نفس المؤمن بالي تب زلقان بدين حتى يقضى عنه حتى يشبه في قبر قال صرف المراد بالنفس الروحية ومعلقة معلقة محبوسة عن مقام الكريم في جنة قبل وقت جنة بناجيك حتى تكدين بدين ويكره طلب الموت لدر نذر به بلاك مصيبتك وتسري بلا وزمر لا وزمر كذا تروز وفي شهر ماذا بلدر في بدنه ياخد اي شكيد بدن او ده او ضيق في دنيا او يقسمت اي كيما ونحو ذلك قال صلى الله عليه وسلم رسول خدا صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت كشوية طلب مرنك لدر نصاره بلاك فإن كان لابد فاعلا إلا قرب ابنا فليقل رابج الله يا رب أحيني ما كانت الحياة خيرا لحتى الصغير نجد شو الو سيدة الو الو نجد تيمن نجد تيمنو تیتر دادن خبر داشت نشتم هم چی شکنی ما نه نه بنی تاراکی کسل میش بود نگه تا کسل میش بود چما کسل میش بود اولا یکی تلفون گرم چی کلمه کی تنی جرگو ایده آید زوکه زوکه پنج دقیقه ما یا اینترنت الوفات و خیلی لیر و آل شیخان ایلا لی فتنه فی دینین فتنه دینه به ای لا یکره و لخوف فتنه فی دینی گبت سوی دور بن نکیم بن نبالی کفی را بر شکی نامه در افیده یارا بیتم بمینی کما افسدی دیدی شایی مذب حالا ذکر اول بغوی و آخر نیسا رنگه تا چو آشت الو میلالا افندم یا ای رو ده چما دنگه تا اول بهم كيكي ولا بس ويشن تراوي بس 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 بس